انت الوحيد اللي واثق ومتاكد ان انا عباس الدلالي. مراتي انكرتني وابني انكرني، ايه دليلك على ان انا عباس الدمالي؟ لو انت واثق ان انا عباس الدمالي لازم تبقى واثق ان انا لا يمكن اسلم. بقول لك ايه يا راجل، انت اوعى تفتكر ان شغل الدحلبه ده هيخيل علينا. انا جيت للادي محرم عشان ارجع الفلوس دي، مصدقني ولا لا؟ مصدقني ولا لا يا محرم؟ يمشي عباس. يمشي يروح فين؟ ده ما يمشيش من هنا غير ما اطلب له البوليس. يمشي عباس، ومش عايز اشوف وشك بعد كده ابدا. الراجل ده رايح فين؟ انت هتسيبه ويمشي؟ لو شفت وشك هنا تاني مش هيحصل لك طيب، وده اخر انذار ليك، انت فاهم؟ مش عارف يا رشا، كل ما اتضايق الاقي رجلي جايبان عندك. ظهر انك هتبقي حائط المبكى بتاعي. وماله يا استاذ عباس؟ ما انا اول ما شفتك رميت عليك كل حمولي. فضفض باللي جواك يمكن تستريح. ساعات الفضفضه بتبقى اقصى من الجرح اللي مكتوم جوه القلب. أول مرة في حياتي أحس الدنيا فاضية من حواليا، زي ما أكون أنا لوحدي في الدنيا دي كلها. أنا كمان لوحدي يا أستاذ عباس. يمكن عشان كده جيت لك. أستاذ عباس، فين التفاؤل؟ فين الإقبال على الحياة اللي أنت علمتهولي؟ ده أنت خليتني أبتسم في عز المحنة اللي أنا كنت فيها. والله العظيم حاولت يا رجل، حاولت ابتسم ما قدرتش. الظاهر مفيش فايدة. لا لا، أنا دمي تقيل أوي النهاردة. عن إذنك أستاذ عباس، هتروح فين؟ مش عارف.